بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو رقم جوج ديال الموضوع اللي كنناقشوه اللي بديناه هذا المشروع التربوي الكبير، كيفاش نعلمو وليداتنا يحبوا الصلاة ويرتبطوا بها بلا ما نبرزطوا راسنا، بلا ما ندبزوا معهم، بلا ما نتخاصموا معهم. طبعا في الفيديو الاول تكلمنا على واحد الفكره اساسيه ومهمه اللي كتتعلق بعدم الاستعجال، ستادير بمعنى ما نستعجلوش، ما نزربوش، لان الاستعجال لن يؤدي الى نتيجه. خصنا الوقت باش وليداتنا يتولفوا على الصلاه. النقطه الثانيه اللي غادي نناقشها في هذا المشروع هذا، علاش كنتقلقوا مع اولادنا باش يلتزموا لينا ويؤديوا لنا الصلاه بشكل منضبط؟ لاننا كنطلقوا من واحد الفكره خاطئه، وبزاف السلوكيات ديالنا اللي هي خاطئه ناتجه على الافكار والمعتقدات اللي عندنا خاطئه. اشنو هي الفكره الخاطئه اللي كنطلقوا منها باش نعلم اولادنا الصلاه؟ وملي ما كيصليوش كنتنرفزوا وكنتقلقوا وكيطلع لينا الدم. هذه الفكره كنتصوروا خصنا ملي نامروا ولادنا خصهم يستجيبوا لينا، هذه مسلمه عندنا مآمنين بها، وهي خاطئه 100%. كنعتقدوا بان ملي كننصحوا ولادنا خصهم يستجيبوا للارشادات، وهذا اسلوب خاطئ لا يستقيم. كنبنيو واحد النتيجه على واحد السبب اللي ماشي منطقي. علاش كنقول لكم بان راه ماشي بالضروره كننصحوا تكون الاستجابه، كين امروا يكون التنفيذ. هذا هو اكبر مشكل كنعانيو منه حنا مع اولادنا، وماشي غير في الصلاه، في بزاف د الحويجات اخرين. خصني ولدي نقول له تقري نوضي قام، نقول ولدي نوض تنعسي نوضي نعس، خصني نقول ولدي نوض بدل الحويجات كيبدل حويجاته، وهما ملي ما كيديروش هذا الشيء حنا كيتنرفزوا كيطلع لينا الدم وكتخسر العلاقه داخل الاسره، وهذا كله خلل ينبغي ان يزال. هذا معتقد خاطئ. ماشي بالضرورة إلى أمرنا خص التنفيذ، وإلى نصحنا خص يكون التطبيق، ماشي بالضرورة. عندنا بنادم كبير وكيفهم أش بنوبي الله. دابا ملي نشوفوا مثلا الناس اللي كتصلي في المسجد شحال كيشكلوا من الساكنة كاملة، ما كيوصلوش حتى 5%، ويمكن يالله 1-2% ولا 3%. والزعما دوك الناس كلهم ما عارفينش بأن الصلاة مهمة وفي وقتها مهمة وفي الجماعة مهمة، لا كيعرفوا. وبالتالي ماشي ضروري كاع اللي عرف كيطبق. ولادنا بالخصوص في السن ديال المراهقة وفي السن ديال الطفولة عندهم بزاف د الحوايج اللي كتجبدهم وكتأثيريهم وكتفتنهم وكتغريهم، فهاد الحوايج هي اللي ما كتخليهمش يطبقوا. وملي كنزيدو حنا نتعصبوا كنزيدو نبعدوا على تحقيق النتيجة. فبالتالي عافاكم ما تربطوش ما بين ننصح ولدي خصو ينفذ في الحين، هذه ما كانتش حتى في عهد الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ابدا يقول الا صوابا، ولكن مع ذلك راه من بعد الوقت شحال ديال الناس اللي كانوا من عائلته وما طبقوش داك الشيء اللي كيقولوا، بالعكس ما دخلوش حتى في الاسلام، ماشي عاد صلى ولا ما صلاوش. ولذلك انا انصحكم ارتاحوا انتم، واصلوا عملكم في النصيحه، واصلوا عملكم في الارشاد، ولكن ليس بالضروره ان يستجيب ابناؤكم في الحين. ما تربطوش نتوما اللي عليكم نصحوا، نتوما مرتاحين بطريقه فنيه، ومن بعد في الحلقات الاخرى غادي نوريكم الطريقه ديال النصيحه الجيده والحسنه. فنتمنوا الصلاح للجميع ان شاء الله تعالى. شكرا.